كجزء من جهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخي جاءت مشاركة المركز الوطني للأرصاد في هذه النسخة من المؤتمر لعرض جهود الدولة في الاستمطار من حيث العمليات ومن حيث البحوث اللي تمت واللي حاليا نشتغل فيها مع دول كثيرة ومؤسسات بحثية دولية كثيرة في هالمجال. نستعرض طبعا أهم مخرجات البحوث التسعة اللي حصلت على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وكيف ممكن هالمخرجات تؤدي لي أو تزيد من فعالية الاستمطار وعمليات الاستمطار وتزيد من كميات هطول الأمطار، وبالتالي تأثر إيجابيا على قضية الأمن المائي وتكون مساهم رئيسي فيها. طبعا هالجهود تتماشى مع المبادئ العشرة للدولة للخمسين عام المقبل، من بينها ترسيخ سمعة الإمارات دوليا، وأيضا بناء القدرات والحفاظ على أصحاب التخصصات في هالمجال. حاليا نحن في الدورة الرابعة اللي تم إطلاقها في مطلع هالعام، وإن شاء الله بإذن الله على يناير المقبل راح نعلن عن مشاريع جديدة راح نبدأ نشتغل فيها مع أيضا علماء إداد وباحثين إداد. بتكون في أفكار جديدة سيتم دراستها وتطبيقها، وبالتالي بيكون في تطورات أكثر من حيث العلم ومن حيث التكنولوجيا، من حيث المواد والتقنيات المستخدمة في عمليات الاستمطار، وبالتالي إن شاء الله راح يأثر إيجابياً في هالمجال الحيوي.